السلام عليكم بناتي، صديقات مريم وبناتي، شخباركم يما؟ عساكم على الخير والقوة. هو مريم قالتني هي عجبتها الصالونة المال الخضرة الإيراني اللي أنا أطبخه، عجبها. تقول يما قولي طريقته. قلت يعني أنا في شيلة الحين، كل هالطبابيخ الإيرانيين المهرة طباخين، أنا أقول لك قلت أنا عاجبني طريقتك على الذوق، على تعال متعلم عليه. قلت لها انزين، وإليكم بالتالي طريقة عمل قاورمة الإيراني الأخضر. أول شيء طبعا تنظفين اللحم وتقطعينه تقريبا قطع كبار، وتنغسلينه. طيب احنا هنكلنا نغسل بموي الخل، مو ماي الملح، لان اللحم يابي يصير يابس. اي ماي الخل، تحطينه ماي وخل وتحطين في اللحم لفترة، عقب تحطينه في مشخال، في مشخال خلي الماي ماله يروح. هذه صوب. بعدين تاخذين او يوم قبل تقدرين تسوين هالخضرة، مثلا خضرة تاخذين مثلا 4 5 6 صرات سبانخ فريش. اذا ما عندك، باكيتين سبانخ فروزن ثلج، تخلينه في القدر. اول شوي تحطين دهن، طبعا انا كلها استعمل دهن زيتون، تحطين شوي دهن زيتون، شوي صار ساخن تكتين عليه السبانخ، عقب صرتين بقل على قد كيلوين لحم. انا قاعده اقول لك الحين صرتين بقل او 3 صرات مو مشكله، تغسلينهم وتقطعينهم وتقطينه فوق السبانخ في القدر، وتاخذين 2 كزبرة حشيش بعد تقطعينه وتقطين بعد عليه ويتبخر. وانتي هني تشتغلين وهناك يتبخر، وتغطينه. لا كم ما غطيتي الخضرة تنكمش تصير صغيرة، البخار اللي فيها هذه يرطبها ويبخرها ويصغرها. وبعد إذا في بصل أخضر فريش تاخذين 2 صرات ويا العيدان الخضر ماله تقصصينه صغار بعد تقطينه فيه. انزين اذا في حلبة فريش تحطين، ما في حلبة فريش خلي مو مشكلة. بقدونس 2 صرات متوسطين او 1 صرة كبيرة زينة، ويا العيدان مالت تقصصين صغار صغار، كله تخلينهم على بعض، شوي دهن زيتون تخلينه يتبخر يصير صغير في صوب. دايما راسه خلي شوي مفتوح، اذا الراس بنتي الخضرة تصير سودة. دايما نطفة الراس الجدر الصوب شوي خلوه مفتوح. انزين يصير يخلص قريب ما الماء يخلص، يمكن فيه بعد شوي في ماء حوالي 1/2 كوب او حتى لو كوب، المهم انه صغر تخلونه في صوب. الحين تسوين البصل بصلتين زينين يعني كبار او 3 أو 4 وحدات متوسطين، تقصصينهم مربعات حتى لو كبار، تحمرينهم في دهن زيتون قريب يوصلون الذهبي، لين وصلوا الذهبي تحطين فيه هاي شي يسمونه هذه اللحم، تحركينه بروحه تطلع مادة صوص لحم خنينة وحلوة. وهذه مو بوايد وايد، خلينها تنترس ماي، لا تغطينها اول شوي تطلع هالصوص، بعدين تشتغلين فيها تفرينها لين تقريبا الماي يخلص، تقريبا يخلص. في بعد 1/2 كوب ماي مثلا حطي فيه كركم، يبيلك حكي لوين قبشتين كركم كبار
كركم بيوتي بدون بزار، بدون بزار ابدا، ما تحطين فيه بزار، بس كركم، وتحطين فيه قبشة كبيرة فلفل اسود مطحون، خلاص. ولومي، لومي يابس حطي فيه، اذا ما عندك لومي اسود حطي فيه لومي اصفر، في لومي اصفر يابس تقطعينه يعني تطقينه كذي عشان ينبط، وتقطينه ويا هذي اللومي. اذا تقدرين تشيلين بذور ماله، ما تقدرين ما يخالف قطي وياه، بس حاولي تشيلين بذور، تحطينه ويا اللحم والكركم وتقلبينه وتقلبينه لين ينشف الماي كامل. احنا نشف الماي يعني بعد قطيرة ماي، فيه تقريبا نص كوب ماي، بحيث ريحة الكركم تختفي. ايه وتقرمش يسوي عرفتي. تحطين فيه نص باكيت هذه اللي قورمة السبزي، مال صالونة خضرة، مال الطواضع. اذا ما عندك، اذا عندك احسن شيء مال قورمة، اخذي مال تواضع بارز، كل شيء بارز خلطي زين ما زين. اخذي نص التشيز، مبغالي وايد زين ولونه اخضر كلش فريش، تاخذين منه. اذا تقدرين تشخلينه بمشخال خفيف، اذا في تراب ينزل، مع انه ما في تراب. زين تحطينه ويا اللحم، وتحركينه وتحركينه زين ما زين، تحركينه انزين. نسيت اقول لك، اذا في حلبة خضراء، موسم الحلبة، تاخذين صرتين حلبة ويا الخضرة اللي هناك اللي بقرتي، بخري ويا بعض، خلي ويا بعض يصير خنين. خلاص الحين حركتي حركتي لين حطي فيه احنا الخضرة اللي سويتي من امس، لو من قبل الخضرة المبخرة، تحطين فيها وتقلبينهم ويا بعض زين ما زين. زين وهذه، والليمون الاسود فيه، وفلفل اسود فيه. زين اذا في فلفل ابيض بعد على وش، ما في حطي فلفل اسود. ناس يحطون ثوم وناس ما يحطون. اذا بتحطين ثوم حطي 4 5 فصوص، قطعيهم صغار او طحنيهم ويا البصل. زين هذي بعد، الحين حطيت اللحم، حطيت الخضرة اليابسة، الحين حطيت الخضرة الرطبة الفريش اللي بخرتي، قلبي زين ما زين، بندي الراس عشان الريحة يدش فيه منه وفيه، يدش منه وفيه. هني عندك ماي حار، اخذي دلتين ماي حار تقريبا، والدلال اللي نسخن فيهم ماي حق الشاي الالكتريك هذي كتل، تحطين فيه قد ما مرتين، وتشوف تخلينا يبقبق يبقبق يبقبق. وهني شنو عندك انت؟ عندك لوبيا الحمر اللي مفيد حق الكلى، ما عندك استعملي اللوبيا الابيض اللي فيها حبة نقطة سودة، في وسطها نقطة سودة، تفوحينه قبل، اول يكون منقوع من الليل، تفوحينه تكتين مايته، الماي ماله تكتينه عشان السواد، عشان ما تسود الصالونه، لا تغسلينه تكتين ماي ماله وتقطي فيه، فلتي في القدر مفيوح، لو 3/4 استواء لو نص استواء، المهم هو مستوي ومن كت ماي ماله عشان لا يصير اسود. خلاص وخليه بقبق بقبق بقبق، وقصري عليه وبندي. بعدين هناك ويشتغل ويبقبق يقلقل، تاخذين بصلة متوسطة صغيرة فوق في مقلب روعة، وتكتين عليه
حلبة يابسة، حلبة يابسة. إذا هني ما حطيتي حلبة طازة في الصالونة، تحطين هناك بعد من عند التواضع، تاخذين حلبة يابسة حوالي 6 قبشات، 6 قبشات أكل، ها متروسة، 6 ل8 قبشات، تغسلينه وتشخلينه في مصفاة قلوبة كلش صغار، كل الماي يروح، تكتينه فوق البصلة، عقب البصلة ما استوت حمرة كتين عليها هذي، وشوي ويا الزيت، يعني طبعا يبيله الزيت، يبيله زيت راهي، وتخلين البصل والحلبة وهاي كلها يتشقشقون في المقلة، لان كله شفتي تطلع ريحته. بطلي الحين هني الصالونة، واخذي هذه الحشوة اللي سويتيها، نثريها فوق القدر فوق الصالونة من كل الاطراف، بس لا تخلطينه ولا عليش منه، كتي فوق الاطراف او في وفي الوسط، نثري يعني نثري فوق الصالونة ما عليش منه، وبندي الراس كلش اللي في المقلة، حتى نتفة الزيت اللي فيه كله فارغي في الصالونة، لا تحركينه، هدي حطي عليه كور، ردي حطي عليه كور، ياخذ 3 ساعات على السلو، 3 ساعات، 3 ساعات ونص، كمية اللحم على نوعية اللحم. عقب تبطلينه تحطين في ملح، تحطين في ملح قبشتين كبار او 3، تخلينا نص ساعة بعد يبقبق على قف صغير وبس، وهدي هدي نص ساعة ساعة بروحة، عقب ما خليتي ملح حركي ما يخالف، عقب خليه يستريح، استريح ياخذ قوام ماله بروحه، بس اكل ساعة تحوسين فيه تشوفين اللحم صار تحت والخضرة منتشرة والدهن فوقها زين، حلو الدهن شكله يلمع، بعدين نجبي سيده وهو يغلغل، تنجبينه شكله مو حلو. وعليكم بالعافية، وإذا ما فهمتوا حاضرة يما لكم برد بشرح، وسامحوني على شرحي على قدي طريقتي يما، سامحوني. يلا حبايبي تصبحون على خير، وسامحوني على التأخير.